بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن ترجعوا إلى أوطانكم سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون وجعل كل شيء في هذا الكون على أساس الحق، الحق هو الأمر الصحيح المطابق للواقع. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في العالم هو أنه كل باطل يزول وكل حق يثبت نفسه، إذا جاز التعبير، سواء في مجال التكوين أو في مجال التشريع. يعني نحن إذا نظرنا إلى السماوات وإلى الأرض وإلى كل شيء جعل في الأرض نجده على الميزان الصحيح، ماكو قيد أنملة أو بمقدار شعرة خلاف الحق. يقولون أحد العلماء قالوا له مثال فرضي، أنه لو الله سبحانه وتعالى فوض إليك أمر العالم شنو راح تغير فيه؟ إذا هذا الكلام قيل لنا شوية نفكر نقول منا راح نغير، منا راح نغير، شوية بلدنا حار، شوية فت برودة نجيب بي حتى لا نحتاج إلى مكيفات، وكذا وكذا وكذا. فهذا العالم، العالم جاوب أنه لو فوض الأمر لي ما غيرت بمقدار شعرة واحدة، قيد أنملة. ليش؟ لأن كل شيء على حسب المصلحة والحكمة، على حسب الحق. هذا في المجال التكويني، وفي المجال التشريعي كذلك. يعني جميع الأحكام التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله، كلها على الحق وصحيحة. هسه يمكن احنا لا ندرك هذا، المشكلة ليس في ذلك الحق، المشكلة في عدم دركنا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.
نحن كثير من الأمور نجهلها، ولأننا نجهل تلك الأمور فلذلك لا نستسيغ بعضها. هسه المتدين يمكن لا يظهر بلسانه، لكن كثير من الأحيان في قلبه، والإنسان يوصل إلى درجة بحيث أن في قلبه يكون راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذه درجة عالية جدا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني مثلا إحنا إذا نزلت علينا مصيبة، بعض الناس اللي مو متدين يعترض بلسانه على قضاء الله سبحانه وتعالى، ولعل في الاعتراض إحباط للأجر، وفي بعض الأحيان يكون معصية. لكن المتدينين لا يعترضون بلسانهم، لكن هل في قلوبهم راضون بقضاء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب الأكثر لا. كل واحد من عندنا إذا راح في أعماق قلبه وشاف المصائب اللي نزلت عليه، هل راضي بها؟ إذا شاف حقيقة هو راضي، فهذا هو واصل إلى درجة عالية من الإيمان، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإذا شاف في أعماق قلبه لا، عدم الرضا. إذا عزيز ميت من عنده مثلا، أو ابتلى مشكلة كبيرة اقتصادية عائلية وما إلى ذلك، وهو هم مو السبب، لأن بعض الأحيان هو الإنسان سبب، وبالنتيجة الإنسان إذا كان السبب فلازم يتحمل النتائج. واحد هو سيء الخلق مثل ما تفضل سماحة السيد مع زوجته، أو الزوجة مع زوجها، فالعائلة والأسرة انهارت بطلاق أو انفصال، حتى إذا ما صار طلاق لبعض الاعتبارات الاجتماعية، لكن يعيشان في جحيم. زين، السبب هما أو أحدهما. بعض الأحيان الإنسان هو مو سبب المشكلة، لكن المشكلة اجت عليه بدون أن يكون سببا، فهنا لازم يرضى بقضاء الله. إذا ما رضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، درجة إيمانه شوية قليلة، يحتاج مثابرة لكي يصل إلى الدرجة العليا. في الحديث الشريف أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شافوه كأنه مثلا، هذا حسب تعبيري، مضطرب. شنو القضية؟ كان عنده طفل في حال الاحتضار، في حال موت. بعد قليل الإمام دخل إلى الداخل ورجع، شافوه مطمئن. ليش مطمئن؟ لقد مات الطفل. لأن سأل الإمام أنه الطفل كان حي وأنت مثلا في حالة اضطراب، هاي الكلمة تعبيري، الآن الطفل مات وأنت مطمئن. قال إحنا إذا قضاء الله سبحانه وتعالى ما نازل، ننتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، قد نقلق مثلا، نضطرب، لكن إذا نزل القضاء رضينا به، خلص أنا الآن شفت أن الله سبحانه وتعالى اختار لي هذا، لذا أكون مطمئن. في الحديث الشريف إذا الله سبحانه وتعالى خيرك أنت بين أن أنت تختار لنفسك أو الله يختار لك، شنو تقول؟ أنا أختار لنفسي لو الله يختار لي؟ قل الله يختار لي. ليش؟ لأنه هو العالم الحكيم العادل الذي يحب عباده، يحبهم. فإذا واحد هو عالم وحكيم ويحب اختياره، أكيد راح يكون الاختيار الصالح. نحن كثير من الأشياء لا نعلمها، جهلنا كثير وأكثر من علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا كثير من الأحيان لا نضع الأمور في مواضعها الصحيحة لأي سبب من الأسباب، بسبب الغفلة أو السهو أو أي جهة أخرى. فلذا إذا صار الاختيار دار بين اختيارنا واختيار الله، فاختيار الله هو المرجح، مرجح.
فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول له دار الأمر بين اختيارك واختيار الله، فاختيار الله هو الأصح والأصلح لك، فإذا الله قضى لك شيئا تقبل ذلك القضاء، مو فقط تقبله، ارضى به، لأنه تعلم أن فيه مصلحتك في هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال التكوين بني على الحق، التشريع أيضا بني على الحق، ماكو حكم من الأحكام الشرعية إلا وفيها مصلحة لنا. يمكن إحنا يكون بعض الأحكام عندنا صعبة، لكن إذا درجة الإيمان كانت درجة قوية الإنسان يعلم أن هذه الصعوبة بصالحة. أكو بعض الأولاد أو البنات يروحون للمدرسة ويتعبون على المطالعة والمذاكرة والمراجعة، زين، خاصة لما يصير قريب الامتحانات يقولوا له موجودة الآن مثلا في التلفزيون مسلسل ويشتاق إلى ما يروح يشوفه. يعني شنو؟ يعني يضع رغبته تحت قدمه ويتحمل الصعوبة. أكو لعبة كرة قدم تعال العب، ما يجي، ليش؟ يضع رغبته تحت قدمه لأنه يعلم أن هذه الصعوبة في المطالعة والمذاكرة بصالحة. ليش بصالحة؟ لأنه راح يحصل العلامات. طبعا الإنسان لازم لا يدرس، يدرس ليس لأجل العلامات وإنما لأجل العلم، وبعد ذلك إذا تفكيره مادي يكون بصالحة ماديا، وإذا تفكيره معنوي يكون عالم. وإنما يخشى الله، إنما يخشى الله ها من عباده العلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فيتحمل الصعوبة لأجل مصلحة أهم. إذا الإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى أراد مصلحة عباده، فإذا أمر بحكم صعب يلتزم بذلك الحكم صعب، لأنه يعلم بأن فيه مصلحته، مصلحته يدري أن هذا فيه مصلحة، حتى لو إذا ما يعلم شنو هي وجه المصلحة. مثلنا مثال سابقا، إذا واحد مريض مرض صعب يذهب على الطبيب والطبيب يعطيه دواء مر، هسه شنو سبب هذا الدواء ولماذا وشنو تأثير هذا الدواء على المرض؟ غالبا خو ما ندري إحنا لأنه مو أطباء، لكن هذا الدواء المر يكون على هذا المريض، خاصة إذا كان مرضه صعب، يكون أحلى من العسل. ليش؟ لأن يدري أن فيه حياته، يدري أن حياته في هذا الدواء ولو مر، لأن في مصلحته. الله سبحانه وتعالى كل حكم جعله فيه مصلحة لنا، مو مصلحة إلا، لأن الله ما يحتاجنا. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله غني عنا، لا يحتاج إلينا. إحنا مثلنا، يعني بعضنا مثلنا مثل طفل صغير يردون يعطوه دواء ما يقبل. ليش ما يقبل؟ لأنه يشوف مر مو طيب، ما يقبل يشربه. الأب أو الأم اللي عندها رحمة ورأفة بالنسبة إلى هذا الطفل بالقوة يشربوا الدواء. ليش؟ لأن الأب أو الأم يعلم أن فيه مصلحة هذا الطفل، ولو هذا الطفل لا يدرك. إحنا مثلنا كثير مع كثير من الأحكام الشرعية هذا المثل. لماذا صلاة الصبح واجبة؟ وش قد صعب واحد، خاصة هالأيام اللي مع الأسف انشغال الناس بالفضائيات والأفلام ما إلى ذلك، وأكو آلاف القنوات، والبعض هم ما يهتم بأنه أبناء شنو يشوفون، ما عنده كنترول دقيق مثلا بطريقة غير مباشرة. فلينظر الإنسان إلى طعامه في الحديث الشريف، مو المراد الطعام يعني الأكل اللي يأكله، هذا تفسير الآية، الأكل يكون من الحلال مثلا لا يكون من الحرام. تأويل الآية العلم الذي يأخذه، من وين تأخذ العلم هذا؟ زين، الآن هذه الفضائيات والقنوات وكذا تقصف أذهان، خاصة النشأ بمجموعة من
آداب والتعاليم وما إلى ذلك، وخاصة أنه كثير منها وراها مؤسسات تريد نشر ثقافة خاصة، مو فقط مؤسسات تجارية. يعني ذول اللي ينتجون مثلا أفلام الرسوم المتحركة للأطفال أو المسلسلات وما إلى ذلك، صحيح في جانب تجاري، ولكن جانب أكبر فيه وهو جانب ثقافي. يربون هذا الطفل، هذا الإنسان، يقصفون ذهنه بمفردات ثقافية. وبعدين احنا نفتح عيننا نشوف لماذا الآن الانحراف منتشر، الأفكار مختلة، الإيمان ضعيف، هذا من أسبابه. على كل حال فيسهر بعدين لما يريد ينام ساعة واحدة ثنتين ثلاثة، وقريب أذان الصبح بساعتين، والإنسان سابقا الناس كانوا أول الليل ينامون، فبدون ساعة قبل أذان الصبح بساعة هو فايق. لكن الآن ليش هذا الحكم؟ يستثقل هذا الحكم في قلبه. وطبعا في حديث شريف أنه هذا أول درجات الشرك، الإنسان إذا عرض عليه حكم من الأحكام الشرعية في قلبه ما رضى بذلك الحكم، اعترض في قلبه، ولو أنه هذا معفو عنه، يعني يوم القيامة لا يعاقب عليه ما لم يظهر بيد أو لسان، ولكن هذا يقلل درجة إيمانه. مثل ما إحنا إذا شفنا شخص نعرفه، إذا علمنا أن هذا الشخص يدور في فكرة أن يقتلني وهو ما قتلني، شنو نظرتي بالنسبة إلي راح تكون؟ هذا اللي يفكر بالنسبة إلي هكذا، طبيعي أن راح تكون نظرة سيئة. فالإنسان إذا في قلبه دار أنه ليش هذا الحكم الشرعي كذا، وخاصة في الخصومات والنزاعات، وخاصة إذا الحق ما كان وياه، لأن الإنسان في الخصومات والنزاعات إذا الحق وياه حسب الآية يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، بس إذا هو الحق مو وياه يكون ثقيل عليه. إذا مؤمن يقبل الحكم بس ثقيل عليه. الآية الشريفة تقول فلا وربك لا يؤمنون، يعني إيمان كامل ما يكون إيمانهم كامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولا يحكموك يعني يراجعوك، يراجع الرسول صلى الله عليه وآله، مو يراجع الشرق والغرب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لما الرسول يقضي بالنتيجة بصالح واحد وبالضرر الآخر، حتى في قلبه لا يجد حرجا في ذلك، مو فقط في قلبه، ويسلم تسليما، يعني عملا هم يطبق حكمك. إذا ما وصل إلى هذه الدرجة إيمانه ضعيف، يحتاج إلى تقوية الإيمان. شلون يصير تقوية الإيمان؟ بالعلم والعمل، كل ما علم الإنسان صار أكثر إيمانه يصير أقوى، وكلما عمل أكثر راح يحس تدريجيا بلذة العبادة، بلذة العمل الصالح، لأن الإنسان الله عز وجل خلق جسمه وروحه بشكل اللي قابل للتعود، يتعود الإنسان حتى على شيء صعب يتعود عليه، ولذا على الإنسان أن يعود نفسه بالأعمال الصالحة، يعود أبنائه بالأعمال الصالحة. إذا عنده طفل صغير في بيته يعود على المطالعة، يعني الأب أو الأم يروحون يشترون كتب تناسب أعمار هؤلاء الأطفال. أكو كتب تؤلف يعني لكل فئة عمرية لها أنواع خاصة من الكتب، طبعا مو أي كتاب، صار يشوف الكتاب اللي مفيد، يعود على المطالعة. إذا تعود على المطالعة هو كبير، أنا شايف بعض الأشخاص إذا يوم من الأيام ماكو كتاب يمه يحس بأنه فتشي، يعني في حياته أكو نقص. مثل الآن اللي بعض الأشخاص إذا فد يوم ما يشوف تلفزيون يحس في فراغ كبير، كبعض الناس معودين نفسهم على المطالعة. وإذا كذلك عود على نفسه على العبادة، على تلاوة القرآن، على الصلاة، على الصوم، تدريجيا الله عز وجل لذة العبادة أيضا يعطيها لهذا الشخص. على كل حال،
الآية الشريفة نرجع لها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآية تركيبها، كل القرآن تركيب إعجازي، القرآن مشكل من كلمات ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. شنو هاي الحروف المقطعة في أول القرآن، في أول السور أو بعض السور؟ في تفسير الإمام الحسن العسكري المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام يبين أن الله سبحانه وتعالى يقول للناس إن هذا القرآن مشكل من هذه الكلمات اللي أنتم كل يوم هذه الكلمات آلاف أو عشرات الآلاف من المرات تنطقوها، ولكن مع أنه مشكل من هذه الكلمات لكنه معجزة. هاي الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني لأنه هذا الدين هو الحق هو الصحيح راح يثبت نفسه، وهذا سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. كل شيء حق راح يثبت وكل شيء باطل راح يزول. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني شنو؟ يعني من طبيعة الباطل الزوال ومن طبيعة الحق الثبوت في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا الدين هو دين الحق دين الهداية، لذلك يثبت ليظهره على الدين كله. يعني هذا الدين راح يغطي على جميع الأديان، الدين هي الطريقة، هذه الطريقة على كل الطرق كل الأديان راح تتغلب، وهذه سنة كونية. طبعا الظهور الكامل في زمان ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه، بحيث أنه هذا الظهور الكامل راح يكون على كل الأديان. ولكن حتى قبل ذلك هذه الأحكام هذه الشرائع هذه الأساليب يمكن في يوم من الأيام أو في زمان من الأزمنة تحارب ويقتل حملتها ويصير تهاجم عليها وما إلى ذلك، في طول التاريخ همصاير، لكن تفرض نفسها. هاي سنة إلهية. شوفوا أنتم التشيع، لاحظوا من اليوم الأول إلى يومنا هذا حورب محاربة، بحيث أنه أي دين أو مذهب آخر كان يحارب بهذه الكيفية الآن 10 مرات كان منتهي أصلا. ما حرب الدين أو مذهب مثل ما حرب التشيع في طول التاريخ، محاربة سياسية محاربة عسكرية بالقتل والإقصاء في طول التاريخ. إذا واحد يقرأ التاريخ يشوف المجازر اللي جرت على الشيعة مجازر رهيبة، وما شفناه في العراق خلال بعد سقوط النظام البائد بالقتل والتفجير والقتل على الهوية وما إلى ذلك. حسب بعض الإحصائيات 600,000 شيعي قتل خلال هذه الفترة بهذه الطريقة. هذا مقابل ما جرى في التاريخ يعتبر شيء قليل. صلاح الدين الأيوبي اللي الآن مسوي بطل عالمي، هذا في مصر قتل أكثر من 1,000,000 شيعي، وفي حلب قتل مئات الألوف من الشيعة، وكان ما كان. العثمانيين كذلك أبادوا الشيعة أصلا في سوريا وفي هذه الدول المختلفة ومدعومة بفتاوى أئمة الضلال، لكن مع ذلك يوم على يوم على التشيع في انتشار. فالزمان الشيعة كانوا 1 بالألف من العالم الإسلامي، الآن أقل الإحصائيات تقول الشيعة حوالي 1/3 ويمكن هم أكثر، ويوم على يوم ازدياد. 50 دولة غير شيعية، مليارات المليارات ترصد لترويج الإرهاب والتكفير والوهابية وما إلى ذلك، دول وفلوس وأكثرية، ويخافون من أقلية مستضعفة، لا عندهم فلوس لا عندهم دول لا عندهم إمكانيات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما دام هو حق يثبت نفسه ولو كره المشركون، في آية أخرى ولو كره الكافرون، يكرهون
ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره. إحنا علينا أولاً أن اعتقادنا نقوي لنتأثر بهاي الهرجة الإعلامية اللي موجودة. زين واحد من الأخوة نقل لي قال لي أكو 73 قناة، قال أنا محصيها وكاتب أرقامها، 73 قناة دينية تروج لمذاهب غير مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإذا أضيف إليها القنوات اللي نصها 3/4 كذا أيضا دينية يبلغ 140 قناة. وفي المقابل كم قناة شيعية عندنا؟ لا إذا 10 يصيرهم بالقوة، مع إمكانات زهيدة جدا، وعلى كل حال ما كل لا دعم الحكومات ولا إمكانيات ولا إلى ما إلى ذلك. لكن هذه الإنسان أولا يقوي اعتقاده، الشيء الثاني يعمل، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا العمل، مو فد واحد يتفرج يقول زين التشيع الله عز وجل مشي، والله ينصر رسله وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يعني يوم القيامة. زين أنا تكليفي شنو؟ أنا بس أتفرج؟ لا، أنا أيضا مكلف، أنا أيضا لازم أربي نفسي بحيث أنه إذا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ظهر أكون من جنود الإمام، من أعوان الإمام، من أنصار الإمام، لا أكون من الذين يقفون أمام الإمام عليه الصلاة والسلام. ويمكن مو الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مجموعة من الناس أمثالنا كانوا يوم ويا الإمام كانوا ويوم صاروا ضد الإمام وجردوا السيف أمام الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا شمر بن ذي الجوشن لعنة الله تعالى عليه، هذا كان من أنصار أمير المؤمنين في يوم صفين وجرح في سبيل الإمام أمير المؤمنين، فالجرحة غائرة كانت، وهذه الجرحة إلى حين مقتلة كانت موجودة يعني في الدفاع عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لكن في قضية التحكيم زلت قدمه، صار من الخوارج إلى أن أدى به أن صار من صار قاتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ولازم الإنسان دائما يكون منتبه، الآن أنا دا أسير على الطريق الصحيح، هذا مو معناه أنه الشيطان غافل، النفس غافلة، الهوى غافل. مثل فتسائق تيسوق سيارة، زين هذا أول الطريق منتبه، يكفي لو لازم إلى نهاية الطريق يكون ملتفت، إذا الطريق صار بيعوجاج هو هم يعوج مع الطريق، وإذا علامة يلتفت يقلل السرعة يكثر السرعة. هكذا حتى الإنسان الآن على طريق مستقيمة، لكن عليه أن يكون ملتفتا إلى آخر لحظة، مو فقط لنفسي، لأبنائه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا يحتاج مثل ما ذكرنا علم وعمل، مراجعة روايات أهل البيت، العمل بها، الاقتناع بأنها هي الصحيح هو الحق، لأن الإنسان إذا مقتنع يكون عمله أسهل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل زيارتكم مقبولة، وأن يستجيب دعاءكم، وأن يوفقكم وإيانا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة وهذه البقاع المشرفة أكبر استفادة، حتى نتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها